سيداتي وسادتي مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة يا إلهي على هذا دقائق بسيطة هي كل ما يفصل بين هذين الفريقين وبين تسجيل اسم أحدهما في التاريخ بأحرف من ذهب. هذا هو حوار الأبطال، حوار الكبار، من سينتصر في هذه الليلة الكبيرة، من سيحقق هذه البطولة، ومن سيكون عنده خيبة أمل في يوم كبير مهم بالتأكيد في تاريخ الناديين. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، تسديدة من أول لمسة، الكرة إلى خارج المرمى. الله، كرة جميلة والتسديد، متابعة موجودة، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى الأمام، يمر يلعب كرة بينية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، يقطع الكرة، موجود إبعاد الكرة، يلعب كرة بينية والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يحاول تمريرها من بين المدافعين، الآن إمكانية المرتدة، ركنية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، كرة طويلة للأمام، يسدد الكرة، هدف عماني، سدد كرة جميلة. عمان سجل الهدف الافتتاحي المهم جدا في المباراة. الكرة ملعوبة من مسافة، كرة إلى الأمام، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، يحتسب الحكم ركلة حرة، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب.
يبحث عن المهاجم. لمسة بينية أمام فرصة للتسجيل. قد تكون هذه فرصة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. فرصة خطيرة، يحاول لعب. الله يا رائد، هدف غير عادي. لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. هدفين مقابل لا شيء، تقدم بهدفين يعني انهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون اداء مبهرا في مباراة اليوم. عدت الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. ضغط قوي وينجح في استعادة، يلعبها ببراعة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يمر ويلعب كرة بينية. يلعب عرضية داخل. هذه ضربة رأسية. يلعبها في المرمى. جول. انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. كرة عرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. عمان يعيش أوقات رائعة وهدفين بشكل متتالي. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كرة من جهة اليمين، يلعب كرة بينية. وانتهى الشوط الأول. تابعنا 45 دقيقة إذن من النهائي حتى الآن. سيبدأ اللاعب الآن، يحاول أن يلعب كرة بينية. الكرة ملعوبة من مسافة. لمسة بينية. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. تجمع اللاعبين حول زميلهم للاطمئنان عليه.
Coming on the field is number 8. تسديده في اتجاه المرمى وكره في اتجاه المرمى جول. كانت في غايه الروعه. هل سنشاهد صحوة للفريق في المباراة؟ يحاول تمريرها من بين المدافعين، فرصة للتسديد. كرة تمر بسلام على المدافعين. يلعب كرة بينية لوحدة أمام الحارس الآن. يلعبها عرضية وفي الأخير ينجح الحارس في الوصول للكرة. كرة إلى الأمام، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وتسلل آخر. عمان يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. Substitution. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. تسديدة. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. Substitution on the field. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. Coming on to replace him is number 14. والعرضية. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. ينطلق إلى الأمام بسرعة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. تلعب الكرة إلى الأمام. قراءة ممتازة من الدفاع. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تغيير لاعب على الأجناب. فرصة سانحة للتسجيل والتسديد. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. الكرة ومنع الخطورة. يحاول أن يلعب كرة بينية. فاتت ومرت وصلت إليه. كرة طولية إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم.
يمر ويلعب كرة بينية، لمسة بينية لا يمكن إهدار، تسديدة من أول لمسة، الكرة في الشباك، هدف. كرة لا يمكن أن تضيع. لبنان يحاول إيجاد حل تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح، 3 أهداف وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. ويستمر في انطلاقته في محاولته، يلعب كرة على اليسار، هجمة مرتدة الآن، يحاول تمريرها من بين المدافعين، وها هي التسديدة، الكرة الخطيرة كان في موقع جيد حقا، مرتدة كانت غير عادية في أقل من 10 ثواني. تلعب الكرة إلى الأمام، وصلت إليه كرة من جهة اليمين، كرة لعبة جميلة، تسديدة أجمل، يلعب كرة على اليسار، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يبحث عن المهاجم ويمر، يسدد الكرة، الكرة في المرمى، جول. And he's done it. It's a goal thanks to number 10. يلعبون كرة قدم حقيقية بعد الهدف، يقدمون أداء مقنع، تقلص الفارق إلى 2 الآن، يلعبها لمنطقة الخطر، كرة طويلة إلى الأمام، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس، يسيطر على الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما، يطلق الحكم صافرة معلنة نهاية المباراة. لقد فعلوها، إنهم الأبطال عن جدارة واستحقاق، يا له من إنجاز هائل، وبالتأكيد ستستمر احتفالاتهم طوال